الأزمات الصحية ليها وقع صعب، زي ما شفنا الأستاذ زكي وقد إيه هو قوي. في طفل تاني يمكن حصلت حملة كبيرة جدا لجمع التبرعات علشانه، هو رشيد. رشيد كان حديث السوشيال ميديا، وطبعا يمكن تناولنا الموضوع هنا في فقرة السوشيال ميديا مع خالد البرماوي زميلنا العزيز، لأن فكرة إن محتاج حقنة، والحقنة دي هي أغلى حقنة في العالم علشان تعالج المرض اللي عنده. إحنا تابعنا وقرينا إن الحقنة دي مش متوفرة، بتيجي من أمريكا مخصوص، والحقنة دي تمنها بيعدي 2 مليون، يعني 2 مليون و100 ألف دولار طبعا. الطفل اللي عمره سنة لسنتين اللي مصاب بضمور ده ملوش علاج غير الحقنة دي يا ترى؟ إحنا حبينا نطمن ونتأكد ونشوف نعرف حاجات حوالين ده، وهل يا ترى في حلول أخرى ولا لأ، وما وراء الحقنة دي وإيه الفكرة فيها. خلينا نشوف رأي الطب بيقول إيه. معانا على تليفون الدكتورة ناجية علي فهمي، أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب في كلية الطب جامعة عين شمس. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. اهلا يا دكتوره ناجيه، ازي حضرتك؟ اهلا استاذ خير. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. دكتوره ناجيه، ليه الحقنه دي غاليه؟ يعني ايه قيمه هذه الحقنه علشان يبقى ثمنها 2 مليون دولار؟ وهل هي بتتاخد مره ولا اكتر من مره؟ وهل هي فعاله لدرجه انها تقضي على المرض ولا بتعمل ايه بالظبط؟ دي اول علاج نقل جين يؤخذ بالوريد في العالم. نعم. فالحقنه دي جات نتيجه ابحاث سنوات من البحث العلمي علشان ينقلوا جين سليم مكان الجين المصاب بالطفرة الوراثية. فعلشان كده احنا بالنسبة لنا ده نقلنا لعصر العلاج الجيني. ان حضرتك عندك مرض شديد يسبب وفاة الأطفال او الإعاقة الحركية المتدهورة، ان يبقى له علاج بعد سنوات من البحث العلمي، وانها حقنة واحدة تؤخذ بالوريد وتنقل جين سليم مكان الجين المصاب وتنقذ حياة الطفل. ولا بالعكس، ده هي بتحسن الحركة بدرجة كبيرة جدا، وخصوصا لو اديناها بدري قوي. يعني كل ما ندي بدري، يعني نقدر نقول اول شهور من عمر الطفل، النتائج بتبقى ممتازة. بدري دي يعني ايه يا دكتورة؟ يعني لحد امتى دكتورة ناجية؟ ايوه. بقول لحضرتك بدري ده قد ايه؟ معلش، بدري ده قد ايه؟ يعني قبل كام سنه؟ دكتوره ناجي حضرتك معانا؟ يمكن خيري بيسال السؤال ده علشان والد الطفل نشر ان الحقنه دي لازم ياخدها قبل سنتين. يعني هي قالت انها مره واحده في العمر بالظبط، وده تدخل جيني، بنغير الجينات المريضه وبتدخل جينات جديده تماما. الجين اللي حصل له طفره، يعني هو الوالد الطفل لما كتب، يمكن احنا بنطبق على موضوع رشيد، قال ان احنا مش قرايب ومفيش اي حاجه كانت تستدعي يحصل حاجه شبه كده، لكن حصل طفره جينيه عند الولد الطفل رشيد. فالطفره الجينيه دي بتتعالج حاليا عن طريق ان انت تعمل ريبليسمنت او احلال للجين اللي باظ ده، اللي هو مش سليم، اللي سبب المرض ده، بجين تاني سليم من للطفل عن طريق حقنه مره واحده في العمر بتتاخد في الوريد. يعني فعلا العلم بيعمل المعجزات طبعا. بس هي المشكله حقنه ب 2 مليون دولار، مين اللي هياخدها؟ يعني لو عندي طفلين، طفل فقير وطفل غني عنده مقدره، وان كانت المقدره دي عايزين حد غني قوي علشان يجيب حقنه ب 35 او 34 او 33 مليون جنيه، ده لازم حد يبقى غني قوي. طيب خلينا الدكتوره ناجيه رجعت لنا تاني، فنرجع نسالها. دكتوره ناجيه، حضرتك قلتي لي ان الحقنه دي هتتاخد مرة واحدة فقط، وبناء عليها الشخص ده يمكن إنقاذ حياته. إنقاذ حياته وإنقاذه من المرض اللي بيسبب له الإعاقة الحركية. فالحقيقة طبعا هي حقنة ضرورية جدا. طب أستاذ خيري سأل حضرتك يمكن قبل ما الخط يقطع عن هل يا ترى دي ليها سن معين بتتاخد قبله؟ يعني زي ما قرينا ووالده كتب لحد قبل سن سنتين لازم ياخدها، ولا المدة مفتوحة أكتر من كده؟ هي بالنسبة لمؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية، الأبحاث اتعملت لغاية سن سنتين فقط، فهي بتتاخد لغاية سن قبل ما الطفل يكمل سن سنتين للنوع الأول أو الثاني من المرض ده. تمام. يمكن في بعض البلاد وافقوا إن هم يدوها بعد السن ده، لكن ده لغاية دلوقتي غير مقبول.
استاذ دكتوره راجيه معلش سؤال تاني، يعني احنا يمكن توقفنا وحضرتك مش معانا على التليفون عند الرقم المهول بتاعها، وان مش اي حد هيبقى قادر يجيب حقنه زي دي. هل ارتفاع السعر عشان هي تكنولوجيا جديده وبعد شويه مع الوقت التكنولوجيا دي هتقل في الاسعار وتبقى متاحه للناس كلها، ولا دي فكره بعيده شويه بعيده المنال؟ لا اكيد وقت. لان في التأمين الصحي في امريكا السعر بيدفع على 5 سنين بتدفعش مره واحده، واليابان في 2020 تعاقدت التأمين الصحي في اليابان تعاقد على الحقنة $1.5 مليون، فطبعا متوقع ان الاسعار تقل. وعندنا هنا في مصر في اي محاولات للتعامل مع هذا العلاج؟ احنا كان الشركة عاملة لوتري عالمية ابتدوها يناير 2020 ان هي تعالج 100 طفل في العالم مجانا. احنا الحقيقة في وحدة الاعصاب، وحدة الامراض العضلات والاعصاب طب عين شمس، قدمنا 8 أطفال وكسب منهم طفل السنة دي، وأخذنا حققنا أول حقنة في مارس 2021. وكانت النتيجة إيه؟ نستعد دلوقتي إن شاء الله إن إحنا نحقن طفلين آخرين بإذن الله. والطفل ده بيمارس حياته بشكل طبيعي بناء على المتابعة بتاعتكم اللي بعد كده، وتم شفاؤه تماما من المرض اللي موجود؟ لا هو بس أنا عايزة أوضح حاجة، الحقنة لما الطفل بياخدها هي ما بتديش تحسن في الحال، لان احنا عندنا خلايا عصبيه كانت تالفه، وعندنا العضلات والاعصاب حصل فيها جزء منها جزء من الضمور. الطفل بيبتدي يتحسن شويه بشويه، يعني انا الطفل اللي اديناه كان عمره 2 سنين إلا يومين، بنبتدي نقيم الحاله الحركيه بعد 6 شهور، فاحنا مش متوقعين تحسن الطفل قبل سنه. صحيح 6 شهور، يعني لسه قدامنا 3 شهور كمان من مارس بالزبط. يعني يبقى طيب سؤال آخر، هل الحقنة دي متعلقة بس بالمرض اللي احنا بنتكلم فيه، ولا أي مرض متعلق بالجينات ممكن يتم تصحيحها عن طريق الحقنة دي؟ لا يا فندم، ده سؤال مهم جدا، لأن دلوقتي العلاج الجيني هو بيعالج طفرة ولا يعالج مرض، يعني ممكن مرض ضمور العضلات الشوكي يكون بسبب طفرات أخرى، لكن الحقنة دي بتعالج طفرة معينة على كروموزوم 5 وهم بيدوه الجين ده بس، فما ينفعش الحقنة تعالج أي مرض آخر. طيب دكتورة، المرض ده سببه ايه؟ ضمور الحركي ده سببه ايه وحجمه قد ايه في مصر؟ هو سببه طفرة جينية بتحدث في الجين المسؤول عن الخلايا العصبية الحركية في الحبل الشوكي وعلى كروموزوم 5، وده طبعا ممكن يجي نتيجة لزواج الأقارب، الأب والأم يبقوا حاملين للمرض ويظهر على الطفل، أو ممكن يجي بصورة عشوائية يكون أي حد حامل الطفرة، وده الحقيقة كتير ممكن يحصل ويصاب الطفل. لازم ياخد طفرة، لازم ياخد جين مصاب من كل أب، يعني ناخد نسخة مصابة من الأب ونسخة مصابة من الأم ويبان عليه المرض. نسبته في مصر وفي العالم كله أنه بيحصل إصابة طفل لكل 10,000 مولود سنويا، وده يطبق على مصر كمان؟ العالم كله، دي نسبة عالمية، مصر يمكن أكتر شوية، مصر عشان عندنا الزواج الأقارب مصر والمنطقة. يعني احنا بنتكلم 100 في المليون؟ لا، واحد واحد لكل 10,000. ايوه يبقى 100 في المليون تقريبا. بس الحقيقة لما بنيجي نحسب، يعني احنا مثلا بقالنا اكتر من 3 سنين او 2.5 سنين احنا معناش اكتر من 215 طفل. ليه؟ لان الاطفال بيموتوا بسرعة، يعني للأسف الاطفال بيموتوا بسرعة. اللي محتاجين الحقنة دي وتنطبق عليهم وصفات دلوقتي حوالي 15 طفل، فالنسبة مش كبيرة قوي زي ما احنا متخيلين انها مفروض تكون. طب وال 15 طفل دول لو خدوا الحقنة وفي امل في انقاذهم، احنا بننقذ حياة انسان، هل من طريق حضرتك تنصحي بيه ان يتم هناك نوع دعم او تعامل نقدر نوفر هذه الحقن للاطفال دول؟ والله حضرتك انا حطيت مقترح من حوالي 3 سنين، واتمنى المقترح ده يعني يتم يعني الاخذ بيه او حتى مناقشته، ان الاطفال دول لازم يبقى لهم صندوق لامراض العضلات والاعصاب. الصندوق ده، لان احنا خلاص دخلنا في عصر العلاج الجيني، كل مرض هيبقى له ادويه بالاسعار دي، فاحنا الصندوق ده ثلثه هيبقى على التامين الصحي وثلثه هيبقى تبرعات الاهالي، زي ما الاهالي هي متعاطفه بتتبرع، والثلث الثاني هيبقى من شركات الادويه. الشركات الادويه لما هتلاقي في صندوق زي ده الاسعار ممكن تنزل النص وممكن تنزل الثلث، ممكن تنزل اكتر، فبدل ما طفل او طفلين او ثلاثه
احنا ممكن نعالج كل الاطفال المصابين. مقترح يعني جدير بانه يعرض على الملأ مره تانية ويتم التفكير به. بس دكتوره راجيه معلش، بما ان حضرتك قلتي احنا دخلنا عصر العلاج الجيني والابحاث اللي حضرتك بتتكلمي عليها اللي في العالم كلها، اكيد عندنا في مصر كمان ابحاث خاصه بالجين، ويمكن هنا طرحنا في السيزون الاول للبرنامج مشروع الجينيوم المصري. هل يا ترى ده خط برضو موجود داخل الابحاث اللي موجوده؟ يعني مصر هتدخل هذا المجال ايضا ان شاء الله. يعني مصر متوقع تخش عصر علاج الجيني وبسرعه. طبعا مشروع الجينوم المصري ده مشروع رائع، لانه هيبتدوا ان هم يشوفوا الطفرات الوراثيه لكل الامراض بما فيها امراض العضلات والاعصاب والامراض النادره. لكن علشان احنا نبتدي نخش في العلاج لازم مراكز متخصصه، مراكز متخصصه للتشخيص والعلاج، خصوصا زي امراض العضلات والاعصاب. هيبقى فيها الاطباء، هيبقى فيها الباحثين، العلماء والتخصصات. بدل ما بندفع في حقنه واحده 35 مليون جنيه، ليه ما ننتجش؟ يعني ليه ما نبداش ان احنا يبقى عندنا الطموح ان الادويه دي تنتج في مصر؟ واعتقد انا يعني قعدت مع بعض العلماء وعندنا في كليه علوم عين شمس ومركز القوي للبحوث، من الممكن ان احنا نوصل للتكنولوجيا دي، ممكن ان احنا نصنع بعض انواع الادويه في مصر. نعم دكتوره ناجيه، في دي اغلى حقنه في العالم ولا في ادويه اغلى من كده؟ لا ده اغلى علاج في العالم. ده اغلى علاج، ما فيش اغلى من كده بصراحه، ما فيش كفايه قوي. معلش انا هاخدك مره تانية لمشروع الجينوم اللي حضرتك كلمتي فيه. هل يا ترى دخولنا للتكنولوجيا دي بتوقعاتك بما انك في المجال محتاج لعدد سنوات كتير، ولا الخطى اللي ممكن تاخدها مصر في الموضوع ده ممكن تكون سريعه من وجهه نظرك، توقعاتك الشخصيه؟ يعني توقعاتي لو مصر بدات دلوقتي ان هي تعمل مراكز بحثيه متخصصه ونكون عايزين ننتج العلاج، اعتقد ان احنا ممكن في خلال عده سنوات نوصل. بس احنا لازم نبتدي، لان عند حضرتك مثلا امراض تانية زي مرض ضمور العضلات دوشان، في اربع ادويه طلعت لاربع طفرات مختلفه، الادويه بتوصل ل 300,000 دولار في السنه. متوقع العلاج الجيني اللي هيطلع للدوشان مش هيقل عن 2 او 3 مليون دولار. فاحنا كده فعلا لازم نبتدي، كل مرض كل طفره هيبقى لها علاج. فاعتقد مصر تقدر، يعني مصر عندها جميع الامكانيات العلميه والبشريه، وعندنا يعني في زي ما انا شايفه ناس كتير عايزه تدعم البحث العلمي. نعم. فاعتقد هيبقى مشروع ممتاز لو بدانا من دلوقتي. ان شاء الله. بنشكرك جدا دكتوره ناجيه علي فهمي، استاذ المخ والاعصاب ومدير وحده امراض العضلات والاعصاب بكليه الطب جامعه عين شمس.